مدينة الرستان 22/11/2013. حجم الدمار الهائل الذي خلفته طائرات نظام الأسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا القصف كله لأن الشعب طالب بالحرية. فلا يوجد بيت في مدينة الرستن سلم من قصف هذا الطاغية بشار. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. آثار الدمار في مدينة الرستن 22/10/2013.